فهاد الفيديو غادي نتيست كاع المنتجات الغذائيه ديال اليوتيوبرز اللي كاينين في امريكان. واول حاجه درت مشيت نشري برايم ديال لوغان بول وكي اس اي. خوت يلاه حسنت عند حلاق الرحمه وقول لي كيجاتكم الحسنه. انا كنت باغي ندير لكم ريال على الحسنه في امريكان وداك الشيء ولكن ما عنديش الجهد صراحه. ما كنحملش لي زابوني يتزادوا لي في انستغرام، ما كرهتهمش يزادوا نقصا والله، باش نخلي لكم الكومينات اللي كتفهمي وصافي. تخيل عمرك شفتي شي انفلونسر بحال هكا، شي 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 يوتيوبر كيبغي لي فولوور ينقصوا ليه؟ واحد الملتيفيرس. هادو هما برايمز اللي شرينا الخوت. المهم غادي نخرج دابا نشري الفيستابلز ديال مستر بيست او البيست برجر ونرجع باش نتيستي لكم الخوت. غادي ندخل واحد الستور ديال 7-11، نتمنى يكون فيه داك السكواد ديال مستر بيست. بحال بان ليا داري ضغط صبر. شوف شي برايمز اللي قاعد دوك اللي شريت كاينين صافي مزيان. كنت باقي نشري برايمز بحال ديك الموف واقيلا واحد الغوز اخرى ما لقيتهمش. الخوت ماركت هذوك الاخرين داك الكبار باش يقلب عليهم في نيويورك اصلا، تنضرب ساعه ديال الطريق على ودنا. الخوت مورا ما شريت شي لعيبات للستريم، غادي ندخل لواحد المحل نشوف داك الشكل ديال مستر بيست واش فيه. ندخل نشوف واش واقعنا. هيا الرايه ديال اللي كيدير تيك توك. الخوت راه لقيت كاع انواع الشوكولاط الا الاخر الا هذاك اللي بغيت. الخوت هما برايم هادو ديجا عندي صافي، ما كاينش حاجه جديده. رحلة البحث متصامع. دابا راه في امكاني نشريهم اونلاين ايزي، ولكن انا بغيت ندور ونساريكم ولعبات مع ما فلوغات من اللي جيت ندير هذا الفيديو هذا صح. دخل عند واحد الصديق. السلام عليكم. اش الدوق اجي؟ اش الدوق؟ الدوق اصاحبي. وات ذا فاي مشروب هذا ديال مستر بيست، ما لقيتش الكواط الكبيرة تبعيت ما قلب عليها، ناخذ اونلاين واقيلا. ندوق وحده بجوج، كل وحده بجوج، نقولوا المذاق ديالها بحالها صافي. بسم الله واحد جوج ثلاثة بلا كذوب. يا اسمع عادي بزاف، شي حوايج المغرب حسن كاع من هذا. وات ذا فاك، مافيهش المذاق هذا الشيء هذا، مافيهش النكهة. عادي جدا، بلاش بغيت نشوف واحد الحاجة واش كتكتبوا في الديزاين. الديزاين دايرها هكا. لا بحال. ديز نوت ميجا وات. نجربوا الثاني اخوت. يا رب مستر بيست عيط لي في الفيديو. انت حلي لنا جوج القناة ندوز مهرسين هنايا. مستر بيست هذه خانزة. حلف بالله. والله. بارتاجي. شير. كاسمي فيها تشير كي كي بروموطي لاشين ديالو بيسكويت. الزيت هذا ولا شنو فيه؟ زيت العود. زيت العود جوج معالق باش نتطرق. واش اش هاد النكهات ما كاينينش؟ اش هاد الشكلاط؟ اش داك الشكلاط ضرب 4 دريال؟ والله تعبار وحق الله تا حسن الزا. مزق هاد الخرا هذا. هادي الخوت. وضع هادي بتكون هادي من بعد الحبيبات تاهي فيها تسير وقيلا كاين فيها متسير. جاتني احسن منهم ياك؟ هادي احسن منهم راه كاملين. فري فهاد اللعيبات هادو هادي احسن منهم كاملين. حبة حلاوة. غندوقو هاد الدراري واحد المسكة ديال الطاليان عندي لا بالك. واحد الكليان جاي دري اختاروا معايا في الكومنتير. والله ما عرفت شوف شوف بعد فيه الحل. زعما ما فيهش الحل ما عرفت فين هو. دابا اللي كياخذ بنادم هو هذاك الموست لايك ذا دير هذا الفرايز. برك 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 يلا قول شحال التوتال. 21 دولار الخوت اللي هي 200 درهم وصرف. السلام عليكم. ها هو البيست برجر الخوت الموست سيلر، زعما اكثر واحد كيشريو الناس. التوتال 27 دولار يعني 280 درهم. شو الفريت ديال الوليد احسن. باكاجينغ اشو شي حاجه عنده علاقه بمستر بيست. كاين اللوغو هنا ديالو صح. بسم الله. عاودين مغلفين بطابي الومنيوم. هنا كاين الدراري كيو ار كود وداك الشيء وقال كتسكاني وكيعطيك شي لعيبه. نجرب نسكاني في التليفون كيعطيوك السيت ديالو باش اوردري نيشان. عنده بزاف ديال اللعيبات الدراري نورمالمون خصنا نجربهم كاملين. نورمالمون خصهم في فيديو واحد نورمالمون خصهم في فيديو واحد ديالهم. هاي الريستو الدراري اللعيبات المحل. ريحه زوينه في هاد البيكلز كيعجبوني بزاف اصاحبي. يا بسم الله. الخبز ناضي. لا والله لا ناضي. لا ناضي ناضي ماشي على ود الفيديو ولكن بصح ناضي، ولكن الخبز الداخل ناضي. الخبز هو اللي مخسر ناضي. الفريت اللي محشر تلاقوا مع برايم. خذ ندوزو للتيستاج ديال التيستاج الهندي اللي شريت من عنده. قال لي ماي برادر ذيس از ذا بيست وان. سو غادي نطريه وهي الاخرى حيت هو قال لي ذيس از ذا بيست وان. بيست فان ماشي وان. دابا هي حامضة ولكن قرحت فيها العطر. ما عجبتنيش محصرة دوخ شوف كي جاتك.
الاولى مقنطين نقيمهم زعما نقيمهم على 10 هذه فاكين زوج اصلا هذه ديال الهايدريشن دري ليمون لايم شنو ليمون لايم داك الحامض خضر يا ميطامون هذه ديال القمر كيفاش ميطامون ناض يا صاحب فشكال فشكال ها انت دوق دوق عالم هذه نعطيها نعطيها 5 نعطيها 5 قيمت انت زعما قيم زوين ياك شحال على 10 7 ونص الغوص الله يجيب لنا شيء ستروبري وارميلون هذا كيفاش ستروبري وارميلون بجوج بحال الفيب باش عرفتي كتفيبي لا لا حول ولا قوة بسم الله هادي بحال ديال الدراري الصغار صافي نجرب واحد اللعبة بحال شي دري صغار مابقاش لها البنات اللي كان ديتي عندهم 6 سنين بوبا لو شي حاجة بحال بوبا ياك بحال داك الاخر هادي نعطيها ما عرفتش خصني نسول شي بنت كان ديتي لا شحال باقي برايم الحمراء ديالي تشهرت بزاف تروبيكال بانش تروبيكال شنو هي تروبيكال سمعتها في تراك الدوري بزاف ديال الفواكه فهمت وقيل خصها تهضر بزاف هادي فايت شربتها فايت شربتها بيسك باش هادي قطعة في المونتاج شوف بغيت نجرب واحد اللعبة غنديرها هكا ونمشي معاك من شكون كتشربها سير عاودة لا سير بشوية الصوت فهمتي سخرتي دابا مش خايف خاصك خلي نقطعك لا بلو بيري كيعجبني بزاف في الفي في الشيش كنحس براسي في الجابون ما عرفتش ذوق هادي اصلا ما ندوقهاش علاش فيت لي نشرب جو كي نشوف برا برا نقول لك نسيت ما قيمت الاخرين المهم هادي نعطيها اي ثينك شي شحال عطيتها 5 ما عرفت 7 هادي يا برو عارف ام فاكين نو هادي نقدر نشرب عليك شحفان بزاف لك شفت شي جزيره منين لا لا زوينه مزيان مزيان هادي بزاف تيصبوها اوفر هايب تصب والله نعم هادي وهادي نبدلو لهم على مبارزه صافي هادو بحال بحال هكا صاي ولوكم بلايو صعبه ولا تما انت لا تندير شي شركه سبورتيف زعما تشريو ندير الدراري براند سليبات ولا شي حاجه الحامض ما كنحمش الحامض كيعجبني باش نشربني ميكس فاكن هادي هادي واحد ها هي اللي قال لك الصاط داك الهندي This is the best prime. دريك سي انا نضرب الهندية داك الاكسنت ولكن صافي مشات لي This is the best prime you can get. Why are you mocking the تخيل صاف فراسك عطاتو لوشين حلو برا شوف هاد الفيديو سميتو قال لي شنو قال لي سميتو جلوبيري هادي ما كاين حتى فيها شي فيها سميتو هذا راه شي الخريطة ديال الكيس اريناش بسم الله وات ريحة الفودكا ديال التفاح برا اقسم بالله ريحة الفودكا ديال التفاح والله ريحة الفودكا ديال والله ريحة الفودكا ديال التفاح مع الدراري في اكادير ما داخ ديال الفودكا ديال التفاح الفودكا ديال التفاح فيورت فودكا مخلطه مع بومز اللي في امريكان ولا اللي في الغربه ولا حدا برايم يشريها ويدوقها في سناب ويصيفط ليا ويقول لي واش بصح وانا نجربها ما نجربش كنيكت انا برايم كي جاتك ما بقيتش عارف يا شوي كتجيب الفودكا ديال التفاح هذا انا طيب صراحه تفكرتني بواحد الذكريات انا عطيت 9 على 10 لا صراحه محشره بالراجل ولكن احسن وحده عجبتني هي احسن وحده عجبتني في هذا الصاد اللي صار لي حداهم احسن وحده عجبتني في هذا الخوت والله نسيت المره قبل الفودكا التفاح هذه الذكريات هذه فكرتني في تايلاند مع ديك الاخرى جي بيسيك هذه هذه بقينا هذه باش نعاود نذوقها يس هذه هذه احسن وحده الصاد بروجورو صافي قطعوا